فضيلة الشيخ شربوا قهوة. اه انا من المغرب. الله يسعدك. مرحبا بك خويا. بارك الله فيك. الله يعاونكم. اروى محمد. اروى محمد. اجا محمد بعد شوفوا وجهي. وين كاين شي هوتيل هنا؟ اخوة احنا اخوة جينا لهذا الهوتيل سميتو باب الصحراء. باب الصحراء. واخوتي البرد 4 دوغري في الموتور، ولكن الحمد لله لقيت هذا الاخ هو تو قال لي راه بيت في هذا الهوتيل وكل شيء كيرحب بينا والله العظيم. زعما هادو ما عرفتش اش غندير معاهم، هادو غنعرض عليهم كاملين المغرب جو كاملين جو لالجيري كامله ديال المغرب والله العظيم. وها انتم جابوا الدراري دخلوا الموتور ها هو في الباركين، ودابا غنمشيو ان شاء الله على الريسبسيون ونشوفوا اللي بغا يردوا لنا نتعشاو هكا فابور بلاش بلا ما تخلص يعني. انا هانتوما حزموني اخويا هانتوما الله يحفظك بارك الله فيك. انا يلا داخل لوطيل ها هو هذا هو اللي مكلف بيا اليوم. هذا هو الحاله الصباح يا ودي يا خوتي. نعم خويا انا من المغرب. الله يبارك من بارك الله فيك. عايش هنا؟ لا خويا لا انا غير عايش في اليونان في لاكريس وان شاء الله غادي نروح نزور هكا تمشي. هيا درنا معاك في الباجي انتوما والله حنا كنبغيوكم. شوف كاين شي مشكل، كاينين شي غاشي من المغرب اللي راهم يديروا في واحد الفتنه يديروا بصح والله ما نشيتينا. هذاك هذا باب الكتروني، هذاك على قبل الكليك وصافي. المغرب هذا من باتا، هذا من بسكره، هذا من باتا، انا مسيله، انا من عين جاسر، من تيرك. شوف رانا في البلاصه هذه والله ما كاينش واحد يكره المغرب. ما كانش انا ما كنعرف حتى شي مغربي كيكره الجزائري. كاينين صور خاو غير لحظتك شوف اخوتي هذا اش بغا عندي. انتوما ترى غادي نطلع غادي ندير الشراء هو اللي غيخلص العشاء اليوم راه خالص كل حاجه اللي تخصك راه لا خويا هذا انتوما كتشوف تروح لبيتنا انتوما تقول لك يهزك في يديك في عينيه. انا جيني المسيده مرحبا حاجه ما تخصكش. نقول لكم لجيتوا ليونان مرحبا بكم، جيتوا لكازا مرحبا بكم، ليونان نروحوا لكازا، جيتوا لكازا مرحبا بكم. ليونان دايره فيزا، المغرب ما داير لا فيزا لا والو. ها هو راه بسكرا الله يباركها. والله ما كاينش واحد حتى خويا من وهران. انا جيت من طلعت من المغرب مشيت لاسبانيا طلعت لاليكونت ومن اليكونت جبت الباطو. اي يعني خويا مرحبا بك الله يحفظكم الله يحفظكم. مرحبا بك تعيش وروح تفرج فينا وانا واجد. كما قلت لكم سميتو باب الصحراء. هذا السيد هو اسم كريم ياسين راه هو اللي عطاني الشومبر وخد من عندي 250 دينار. شحال هي بالاورو؟ 250 دينار 17 اورو. خد من عندي 17 اورو. عباد الله جي والله الجيري تشوفوا الجيري 17 اورو. هذا ديال الاوتيل وان شاء الله نوريكم حتى الشومبر وداك الشيء. 17 اورو راه ثمينه زعما جد مناسبه. 17 اورو
لا لا يلا هادشي اللي كاين يلا دابا نهضروا. عطشوا مخوتي سكوبا هنايا صحتكم بحال الحريره ديالنا ديال المغرب نفس اللوغو باش نسخنوا شويه هنا هاد المنطقه هادي اللي جيت لها فيها البرد يعني 4 دوغري كيعطيني الموتور 4 ديال الدوغري كتمنى عندهم جد مناسبه يعني مقارنه مع شي بلايص اخرين لوطيل كيما قلت لكم 17 اورو العشا شي 2 3 اورو يعني رائع داكشي يعني هادشي اللي كاين نتعشى ان شاء الله نطلعو نصليو ولا قبل ونمشيو نعسو باش غدا غنديماريو بكري ان شاء الله في الصباح ونبقاو غادي نعاود لكم كاين حتى الماتش ديال الفينال ديال الجيري مع السنغال حلوه نمشي نتفرج شويه مع الشباب تما خوتي علاء الرساله المغاربه احنا المغاربه رانا قوة السياسه باغي نديرو بيناتنا ها نتوما هاد الوليده وجا عندي بغيت تصور معايا خوتي قالت انا كنتعشى قلت بغي يبلغ واحد الرساله قلت له انا نشعل الكاميرا خويا انا التقليد عليا نطلعها هادشي اللي كاين يلا خو احنا المغاربه خويا انا بعدا انا معك انا انت كنشوفك بحال خويا في القلب ديالي على الراس وحيد انا في لاجي هذاك الشيء علاش جيت لان عرفتي عند خوتي ماشي الله يحفظك اخويا بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك ان شاء الله سير 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 سير